السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم بالدرس 19. وهسه راح نحكي على الإجابات القصيرة. راح نستخدم الأفعال المساعدة do, does و did، وراح نستخدم الأفعال المساعدة اللي أخذناها بالدروس السابقة، بس خلينا نحكي على هاي الأفعال حاليا. الحلو باللغة الإنجليزية تقدر تختصر بها. أوكي؟ خلينا نشوف. Do you have a house? Do you هاي do معناها هل، فعل مساعد. You أنت أو أنتي، أنتما، أنتن، أنتم. Have يعني يملك. Have يعني يملك. A house يعني منزلا. A house يعني منزلا، يعني هل تملك منزلا أو هل تملكون منزلا، هل تملكين منزلا، هل تملكان منزلا. هاي تجمعناها منزل. أوكي؟ يعني هسه تعلمنا هذا الفعل الجديد have. الفاء اللي عليها ثلاث نقاط تلفظ كحرف الفي. have مو have. Do you have a house؟ هذا السؤال. خلينا ناخذ بقية الأسئلة وبعدين نعطيكم طريقة الإجابة. Does she watch a movie every night؟ Does تجي معناها هل. She يعني هي مفرد المذكر، عفوا مفرد المؤنث. watch الجيم اللي بيها ثلاث نقاط تلفظ ش، وطبعا التي لا تلفظ بهذا الفعل، يعني كأنما تصير watch، التي كأنما لا وجود لها. A movie يعني فيلما. every هاي معناها كل. ليلى. Does she watch a movie every night؟ هل هي تشاهد، watch يعني يشاهد، تشاهد، يشاهدون، نشاهد. هل هي تشاهد فيلما كل ليلة؟ هل هي تشاهد فيلما كل ليلة؟ Does she watch a movie every night؟ Did معناها أيضا هل. He يعني هو المفرد المذكر. Help هنا يساعد، بما نعد الفاعل مفرد هاي يجي معناها يساعدون، لكن إذا تنظر إلى الفعل فهو يدل على الماضي، هنا يصير ساعد. أوكي؟ ما نقول helped، لا هذا خطأ. ليش؟ لأن دائما ورا did does و do يجي أصل الفعل. Did he help you move? 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 هاي معناها هل قام بمساعدتك في الانتقال؟ الظاهر واحد راح يحول بيته من مكان إلى مكان ثاني، فهذا كان يسأله ساعدك بالتحويلة، يعني انطاك مساعدة بالتحويلة. أوكي، هسه نريد نعرف الإجابة على هاي الأسئلة شنو وشلون راح نجاوب. الإجابة أبسط ما تتصورون، أبسط مما تتصورون. أوكي، يعني عندنا هسه خلينا نمسح على الخبص كلها ونرجع على السؤال الأول. خلينا نمسح بعد شوية. Do you have a house؟ هل تملك منزلا؟ هل لديك منزلا؟ أوكي، الإجابة على هذا تقدر تقول yes فارزة، وبكل سهولة تقول I do. I do هنا يسأل لي هل أنت تملك منزلا؟ هل أنت تملك منزلا؟ فأنا راح أقول yes I do. هاي
Yes, أكدنا الإجابة I do. أوكي؟ زين هنا عندنا فعلين، عندنا الفعل هل وعندنا الفعل يملك أو تملك. زين الفعل الأول هو do، الفعل المساعد الأول هو do. تملك أو يملك هذا الفعل الثاني ما لنا علاقة به. أوكي؟ دائما تركز على الفعل الأول، الفعل المساعد الأول بالجملة هو اللي دي يسأل بي. Do you have a house? Do you have a house? إذا تقول نعم تقول yes وبعدين تقول I do. لما تقول I do أنت دم تطيء معنى هاي الجملة كلها. أوكي؟ Yes I do يعني نعم أنا أملك منزلة. أوكي؟ هنا هذا السؤال الثاني، Does she watch a movie every night؟ شو راح تكون الإجابة عليه؟ هل هي تشاهد فيلما كل ليلة؟ Does she watch a movie every night؟ الإجابة عليها نفس الشيء، نفس ما قلنا بهذا السؤال الأول. الإجابة نعم. نعم. نقول yes. فاصلة. الفاعل هنا منه هي she. الفعل اللي يسألنا به شنو does. اوكي yes she does. هاي هي انتهينا. يعني يقول لك هل هي كل يوم تشاهد فيلم بالليل او هل هي تشاهد فيلم كل ليلة؟ نعم هي تشاهد فيلما كل ليلة بهالثلاث كلمات yes she does. اوكي Did he help you move? هل ساعدك؟ هل ساعدك في الانتقال؟ الفعل اللي سألنا به شنو هو؟ Did. اوكي. الإجابة شنو؟ هو ساعد ولا لا؟ اي ساعد، إذا نقول yes. هذا الجزء الأول من الإجابة، yes. الفاعل شنو؟ He. نكتب he. والفعل did. هل ساعدك في الانتقال؟ أجل ساعدني. Yes he did. Do you own a house? Do you have a house? Yes I do. هل لديك منزلا؟ هل تملك منزلا؟ أجل أنا أملك منزلا. هل هي تشاهد فيلما كل ليلة؟ أجل هي تشاهد فيلما كل ليلة. بس شلون نقولها؟ Yes I do. Yes she does. Yes he did. خلي نشوف هل القاعدة نفسها تنطبق على الأفعال المساعدة is, am, are لو لا. خلي نعطيكم جمل على هاي الأفعال بصورة سريعة. خلي نشوف الأفعال المساعدة is, am, are هل نقدر نستعملها مثل ما استعملنا do, does, did لو لا. ده أتكلم على الإجابات القصيرة. هل نقدر نسأل سؤال طويل ونجاوب جواب قصير عليه بهالأفعال المساعدة؟ صح نقدر. كتبت بعض الجمل. Is he going with you? Is he going with you? الفعل المساعد هو is. الفاعل شنو؟ he هو. Going يعني ذاهب. With تذكرون بدرس حرف الجر مع you. You هذا الضمير ممكن يكون معنا كم كنا كما عفوا كما ك وكي. يعني هنا نقدر نضيف هل هو ذاهب معك معك معكما معكنا ومعكم. أوكي هذا معنى ذاك الضمير. هو ضمير متصل باللغة العربية بس بالإنجليزي يختلف. المهم هل هو ذاهب معكم؟ إذا هو راح يروح وياهم ايش راح نقول؟ اي هو ذاهب معنا. يعني نعم هو ذاهب معنا. فايش راح نقول؟ yes he is. هاي am I doing this right? am I doing this right? Am I doing this right? Am
I doing this right. يعني المقصد هنا am I هل أنا بصحتها هل أنا أفعل هذا بصورة صحيحة. am يعني هل أنا أفعل هذا بصورة صحيحة. Okay. Am I doing this right? Am I doing this right? فهنا تقدر تقول yes. بس هنا أكو شغلة لازم ننتبه لها. راح نقلب الفاعل. Okay. راح نقلب الفاعل. راح أكتبه هنا مرة أخرى. هسه أنا دا أستفسر عن نفسي. Okay. دا أقول لك دا أسوي هذا الشيء صح. إيش لازم تقول لي؟ إيه أنت دا تسوي هذا الشيء صح. فلازم الجواب يكون am I doing this right. هذا السؤال الجواب راح يكون yes لأن شخص ثاني راح يسأل. فاصلة. ال I تقلب إلى إلى you. yes you are. أوكي قلبنا الفعل المساعد وقلبنا الفاعل. ليش؟ لأن are تستخدم مع الفعل مع الضمير you. Okay. Am I doing this right? Am I doing this right? Yes you are. بما أنه أنا دا أسأل شخص ثاني الشخص الثاني قل لي أجل أنت تفعل هذا بصورة صحيحة. يعني قل لي you. ما راح يقول لي I. يعني إذا يقول I يعني هو راح يجاوب نفسه. بس إذا يقول أنا مثلا أنا دا أسأل نفسي راح أجاوب نفسي. Am I doing this right? بعدين يقول yes I am. هاي سهل. إذا أنا أجاوب نفسي yes I am. إذا واحد ثاني يجاوبني يقول لي yes you are. Okay. الجملة الأخيرة are they building a new school? Are they building a new school? هل هم يبنون مدرسة جديدة؟ هل هم يبنون مدرسة جديدة؟ Are they building a new school? Are they building a new school? Are they building a new school? هل هم يبنون مدرسة جديدة؟ الإجابة على هذا السؤال راح تكون yes. فاصلة. They are. أو مدخل على هذا الإجابة. Are they building a new school? الفعل شنو هو؟ are موجود. الفاعل موجود بس ضفنا لها كلمة yes. زين هاي كلها الإجابات نعم 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 نعم. زين إذا الإجابة لا شو راح نجاوب؟ خليكم وياي هسه راح أعطيكم أمثلة على هاي الإجابة. قبل ما تدهقون على الصبورة ركزوا وياي شوية. الإجابة بال إذا تريد تأكد الإجابة are you coming with us? Yes, I am. Is he going with us? Yes, he is. Did he build something? Yes, he did. بس قول yes, he did. نفس الفعل المساعد ونفس الضمير تستخدم. إلا إذا كان الضمير I وقتها يتبدل إلى you وتكمل الجملة. أما إذا كانت الإجابة بالنفي يعني تقول لا مثلا عندنا هاي الجملة. Is he going with you? هل هو ذاهب معكم معكن معكما معك معك؟ هل هو ذاهب مع حسب ضمير اللي تريده. المهم إذا يقول إذا تقول إيه قول yes he is. أوكي. بس إذا تقول لا لازم تقول no. الضمير نفسه ينزل he الفعل المساعد نفسه ينزل is وضيف لها كلمة not. Not. Is he going with you? No, he is not. No, he is not. Is she going with you? No, she is not. Are they going with you? No, they are not. Are we driving with you? No, you are not. هنا ضمير we أيضا نقلب إلى you. Okay. Is not إذا نريد نختصرها
الفعل المساعد is مع كلمة not. إذا نريد نختصرها تصير isn't, isn't, is not, isn't. Okay, so بدل ما نقول يعني no he is not, نقول no he isn't. هاي هي انتهت. الجملة الثانية تذكرون قبل شوي سألنا are they building a new school. هسه بعد فترة اجا واحد دي يسأل did they build a new school, هل هم بنوا مدرسة جديدة. أصل الفعل دائما يجي ورا did, does, do. هل بنوا هل قاموا ببناء مدرسة جديدة, هل بنوا مدرسة جديدة؟ هنا الجواب راح يكون لا. لا they نزل هنا, did نزل مرة الأخ, not did not. اوكي هاي تجي معناها لم يفعلوا. يفعلوا الفعل هنا ايش كان؟ البناء, يعني لم يبنوا. اوكي did not اذا نريد نختصرها شو راح نقولها؟ did not اذا نريد نختصرها didn't, didn't. ندمج الكلمتين did والnot, ندمجهم نسويهم كلمة واحدة وتحذف الO ونضيف لها الأباسترفي هنا. اوكي didn't, didn't. الفعل do مع كلمة not إذا نريد نختصرها don't, don't. نفس الشيء does not تصير doesn't, does not تصير doesn't. الفعل المساعد is, we are not تصير isn't, والفعل المساعد are مع الكلمة not تصير aren't. okay they don't, we don't, you don't, he doesn't, he isn't, she isn't, he is, she is, it isn't. حسب الجملة إذا تريد تقول A تستعمل he is, she is, it is. أو تقول yes they do, they don't, they often yes they do, we do, he does, she did, we did. مع الفعل المساعد do و does و did أكو ضمائر تستخدم أخذناها بالدرس السابق. وهنا وصلنا إلى نهاية الدرس 19. أتمنى تكونوا استفادتم من هذا الدرس, وإن شاء الله بالدروس القادمة راح نتكلم بعد على الأفعال المساعدة do, does, and did.